وننتقل لنتحدث عن أداء الأسواق العالمية مع ضيفنا السيد أحمد عزام، محلل الأول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. أهلا ومرحبا بك معنا أحمد. نبدأ من حيث انتهت الزميلة سينتيا في حديثها عن برنت الذي كسر مستويات $90 هبوطا بعد أن كان مقدر له أن يصعد فوق $100 للبرميل. ما هي الأسباب أحمد؟ صباح الخير رولا والطيب. سينثيا كفت ووفت بتقريرها الأخير عن النفط. نعم رولا، عندما ننظر إلى المعطيات هي مسألة عرض وطلب. حاليا على ما أعتقد باتت الأسواق قد سعرت، قد اشترت الإشاعة، وقد تكون قد باعت الخبر في الفترة الأخيرة، قد اشترت كل ما يمكن قياسه ما يخص العرض والطلب في الفترة الأخيرة. على ما أعتقد الفيصل والحكم في الفترة القادمة لتحركات النفط قد يكون البيانات الاقتصادية الصينية. كل الأعين إلى الاقتصاد الصيني الذي يتراوح في الأرقام الاقتصادية بالتذبذب بين الأرقام السيئة في قبل شهرين. الشهر الأخير بات أرقام قد تعطي بعض الانتعاش للاقتصاد الصيني. بكل تأكيد الاقتصاد الصيني هو الرجل المريض في الفترة الحالية. بكل تأكيد هو يسجل أرقام سلبية، لكن بكل تأكيد سوف يسجل أرقام إيجابية في الفترة القادمة. فعلى ما أعتقد عندما ننظر فنيا الطيب ورولا هنا، بكل تأكيد أرقام برنت سجلت نموذج هو القمة الثنائية، كسر تلك المستويات التي قد تحدثت عنها رولا. على ما أعتقد قد تعطي المزيد من القراءات السلبية نحو مستويات $88 لبرميل برنت. جدير بالذكر هنا كل ما نصل إلى ذروة تكون الأرقام وتكون الأسعار تتداول بطريقة عرضية في الفترة في فترات عند وصول إلى الذروة. فعلى ما أعتقد التداولات العرضية بالنسبة للنفط مع الإشاعة الأخيرة بأن السعودية قد تتجه إلى تخفيف ما قد قدمته في الفترة الماضية لتخفيف الإنتاج، فهنا الأسواق تسعر بين العرض والطلب. فعلى ما أعتقد الميول العرضي ممكن أن يكون مارد إلى $88. صحيح أحمد، يعني طالما قلت بأنه سنتية كفت ووفتها وحنجيبها لك مرة ثانية واصل اسعار الذهب ولماذا سجلت هذه. لا خلينا نروح لسنتيا تتكلم شو عن الذهب ونرجع نشوف تعليقك وتحليلك على الموضوع. صحيح. كمان اكيد اليك سنتيا. نعم بالفعل بالنسبة اليوم يعني لأسعار الذهب نلاحظ أنه هي فرصة جيدة للمستثمرين لشراء الذهب، وذلك لأنها يعني الأسعار انخفضت لسبع جلسات متتالية كما نلاحظ بحوالي يعني 2.5%. هذه الانخفاضات شهدتها يعني أسعار الذهب خلال سبع جلسات متتالية. إذا نظرنا بالمستوى القياسي التي سجلته يعني أسعار الذهب منذ أشهر، كان تحديدا بشهر يوليو، نذكر أن أونصة الذهب وصلت إلى مستويات $2000 في هذا الشهر. البنوك المركزية نذكر العالمية في شهر يوليو اشترت 55 طنا من الذهب، وهذا نلاحظ أنه اليوم كان أدى إلى ارتفاع الأونصة. اليوم هناك انخفاض طبعا، ولكن من المتوقع بالفترة القابلة أن يرتفع سعره. بالتالي اليوم هي فرصة جيدة للمستثمرين للشراء، وذلك لأن مخاوف الركود الاقتصادي تعود إلى أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية. نلاحظ أنه أيضا الفيدرالي الأمريكي على الرغم من أنه أبقى على أسعار الفائدة، ولكن ذكر أنه سيعود ويرفع أيضا يعني معدل الفائدة. وأيضا بالنسبة للصين هي ما زالت تعاني من أزمة عقارات وتراجع صادراتها للشهر الرابع، وهذا طبعا يعني من المتوقع أن يبقى الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين بوقت الأزمات. شكرا سنتيا. إذن سنتيا تؤشر وأحمد يبشر، ما إذا كان الناس يتجهوا إلى الذهب أو لا. نعم أكيد أحمد، كونك يعني تدرس الارتباطات أيضا، معامل الارتباطات مع سعر الدولار واتجاهات الفيدرالي، الذهب أين تجد فعلا في الفترة القادمة، وخاصة مع تراجع لفترة من الوقت ما دون $1900 للأونصة كما تابعنا في الآونة الأخيرة؟ نعم رولا، بالمقابلات الأخيرة على ما أعتقد كان توجهاتي ميول سلبي بالنسبة للذهب، لكن في الفترة الحالية مستويات 1800 هي مستويات جديرة بالاهتمام للمستثمرين. بكل تأكيد عندما ننظر لها فنيا مستويات 1800 هي مستويات ليس فقط مستويات نفسية بالنسبة للمتداولين، لا بل هي مستويات ما يقارب 50% من التصحيح للموجة الصاعدة الأخيرة. فالهبوط الأخير كان عبارة عن تصحيح 50%، فهي مستويات تعتبر جديرة بالاهتمام للمتداولين داولين على ما أعتقد في الفترة القادمة. لكن كمعطيات أساسية لا تزال الميول السلبية بالنسبة للذهب على ما أعتقد واضح جدا، خاصة
باتجاهات لعوائد السندات الأسواق الثابتة، أسواق ذو الدخل الثابت، على ما أعتقد قد تكون مغرية للمستثمرين، مما دفع الأسواق للتخارج من أسواق الذهب، تخارج من الأسواق والاتجاه إلى الدخل الثابت لبناء عوائد سندات أكثر في الفترة القادمة، خاصة مع نبرة أعضاء الفدرال الأمريكي الصقورية بشكل متتالي. أعضاء الفدرال الأمريكي على سبيل المثال رولا بالأمس كانت ميستر، أيضا أضافت نظرة صقورية للأعضاء الآخرين بومان، كولينز، كاشكاري، جميعهم على ما أعتقد متفقين على نظرة صقورية في الفترة القادمة، ليس فقط للبقاء على أسعار الفائدة لفترة زمنية أطول مما كانت تتوقع الأسواق، لا بل عملية رفع سعر فائدة على ما أعتقد على طاولة الفيدرالي في شهر 11، خاصة لو جاءت أرقام الاقتصادية سيئة في الفترة القادمة، أقصد هنا التضخم، وبكل تأكيد يوم الجمعة بيانات الوظائف الأمريكية خاصة الأجور، 4.3% قد توحي بعض الشيء إلى أن أرقام التضخم ورحلة التضخم لا تزال مستمرة، ف 4.3% كلمة السر على ما أعتقد عند الفدرال الأمريكي للتوجه لرفع الفائدة هي الأجور في الفترة القادمة، فلذلك الميول السلبي على ما أعتقد للفترة الزمنية الطويلة بالنسبة للذهب لا يزال مستمر، 1800 مستويات جديرة بالاهتمام في الفترة القادمة. نعم أحمد، تعال نعرج على الربع الأخير أو الربع الثالث عفوا من العام وتداعياته وتأثيراته، وإلى أي مدى سيستصحب الربع الأخير من العام، ربع ساعة الأخيرة يطلقون عليه، كل هذه المعطيات أم أن هناك متغيرات على نهاية العام؟ على ما أعتقد الطيب هي قياس من سيتجه إلى رفع أسعار فائدة في الفترة القادمة في شهر 11 تحديدا، ومن سوف يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة. على ما أعتقد الأسواق باتت تسعر أستراليا اليوم، اليوم أوقفت أسعار الفائدة وتثبيت مع المحافظة الجديدة لبنك أستراليا، نيوزيلندا ستتجه لتثبيت الفائدة، كندا لتثبيت الفائدة، يبقى السؤال أمريكا قد ترفع الفائدة على ما أعتقد، هناك أيضا بنك بريطانيا على ما أعتقد قد يلوح في الأفق عملية رفع أسعار الفائدة بالرغم من أن النمو لا يزال مسطح في الفترة الأخيرة قرب 0%، وهي بكل تأكيد ما ينطبق على بريطانيا ينطبق على الاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة، فعلى ما أعتقد تداولات الربع الأخير قد يكون هو الدولار الأمريكي الأفضل أداء في الفترة القادمة نظرا للتباين لعمليات أسعار الفائدة في الفترة القادمة، تثبيت سعر الفائدة للبنوك ورفع سعر الفائدة للفدرال الأمريكي أو حتى قياس عملية رفع أسعار الفائدة بالنسبة للفدرال الأمريكي، فلذلك قد يكون الدولار الأمريكي موجة صاعدة في الربع الأخير. هنا الجدير بالذكر الطيب على ما أعتقد الاتجاهات في الفترة القادمة قد تباينت في الفترة الأخيرة من النفط، الذهب والدولار الأمريكي، فعلى ما أعتقد السؤال يبقى لك الطيب الآن، المؤشرات الأمريكية هل ستتجه إلى الترند هابط في الفترة القادمة الربع الثالث وتستلم المشعل من المنتجات الأخرى، الذهب، الدولار الأمريكي، النفط، فعلى ما أعتقد قد يكون هناك حركة قوية في الربع الثالث بالنسبة للمؤشرات الأمريكية، أميل لتسعير الميول السلبي بالنسبة للمؤشرات الأمريكية خاصة مع أرقام اقتصادية، فالسؤال لكم هنا ولسينثيا أيضا. شكرا جزيلا لك، هل ولا ما هل؟ أحمد عزام، على كل نحن نتشاركك وجهة النظر طبعا خاصة في ظل الدخول في تباطؤ بسيط في الاقتصاد الأمريكي. شكرا أحمد عزام محلل أول أسواق المال في مجموعة إكويتي.